السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم على قناه شارع بين الحارات. قبل ما نبدا نقول صلى على الرسول ان شاء الله. احنا جايين لكم بردك اهو محلات مروان بردك اهو فيديو صغير كده بالاسعار كلها بتاعه كيلو. بكام الكيلو هات من دي؟ ايوه اي كيلو ب 115. اي كيلو منها ب 115. حلو قوي الكوره بدل 120 ب 115. حلو قوي ما شاء الله تبارك الله اهو. حلو قوي ما شاء الله. طبعا هينفع في عد عدد. حلو قوي اهو كل ده شغل السلايم وشغل الصابون اهو ما شاء الله. المحل دي حاجات كتير قوي ما شاء الله تبارك الله اهو. ده كله محلات مروان ما شاء الله تبارك الله اهي. دي ب 15 ودي ب 16. حلو قوي ما شاء الله. يعني العصايه اهي برده قلنا العصايه دي كده بدل 8 ب 7 جنيه. حلو قوي ما شاء الله. حط في البخت الصيني. حلو قوي برده شغلها حلو ما شاء الله. العربيه والصابون والسلايم كل حاجه موجوده عند مروان هنا ما شاء الله. اول ما تسمع اسم مروان العوام باسم ده مروان ما شاء الله. اول فعلا تسمعوا اسم مروان العوام في اي فيديو تعرفوا ان في اسعار حلوه جدا. السلايم اهو ب 32 جنيه. ده النضاره دي حلوه قوي برضك ما شاء الله اهي. النضاره لسه نازله بالدسته. حلوه قوي كنت تنزل تعمل شغل حلو. الصابون اهو كل ده محلات مروان العوام اهو ما شاء الله تبارك الله. محلات مروان العوام ايوه ما هو دولي يوسف اهو ومصطفى واقفين على طول ان شاء الله مع مروان هنا. مصطفى ده برضك من الشخصيات اللي محترمه جدا زي يوسف ده. يعني من الناس المحترمه قوي بجد يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني الناس ده هيستمر كده ان شاء الله باذن الله. يوسف استمر غاب فتره بعد العيد اتدلع شويه بس رجع تاني لعم مروان برضه. صح كده؟ الفتره الجايه ناخد تدليع شويه. اه الفتره الجايه ناخد اجازه شويه. هتاخد شويه كمان اجازه؟ ماشي.